يا موضوع سريع جاء في بالي قبل شوي، الروديو خيل، الروديو خيل كابوي سواء عند رعاه البقر في امريكا وغيرها، او اللي يقلدونهم او ربعنا بشكل عام، لما يركب حصان يحاول يثبت عليه وحصان قد يقمص، سواء بتعمد زي مسابقات الروديو في امريكا رعاه البقر، او شخص طريقه تحسه كذا، اركب الحصان او اقاول الحصان واخلي شخص يركبه حصان يقمص يقمص يقمص، تحاول تتشعبط فيه لين يتقبل ان على ظهره خيال، زي لما تركب سرج تخليه يقمص والسرج على ظهره يتقبل ان على ظهره سرج خلاص يوقف، فانت تثبت عليه او تطيح ما يفرق معك، الزبده مع الوقت بتتاقلم يمشي. هل هو صح او خطا؟ بعدين على موضوع مهاره الراكب ضاعها وما ضاع، هذا موضوع اخر، انا اتكلم عن الحصان نفسه، انت قاعد تخرب الحصان، يعني قاعد تعسفه خطا، انك انت قاعد تطبع على وشه ان اي شيء جديد يصير بيسوي الحركات، يعني لما تركب اي سرج قمص، لما ركبته انت قمص، لما يخاف بكره بالسياره ويجفل بيقمص، فانت علمته ان اي اختلاف بينك وبينه سيؤدي لمحاوله قمصه وانت تتشعبط، قد تصيب قد تخيب، يا تطيح وتكرر الركوب لين تتاقلم الحصان مع الشيء اللي خايف منه او يمشي حاله، او ان الراكب يستطيع عدم السقوط ويتشعبط، بس بالنهايه الحصان سوى اللي يبغاه، لما راح السبب اللي خلاه يخاف استمر على وضعه ومشي مضبوط. انت ما عسفت الحصان، خربته، ما ضبطت الحصان افسدته، حتى لو ما طحت خربت الحصان، زي بالضبط لو يجيك شخص يركب خطا وتعامل مع الحصان خطا وما طاح، وشخص ثاني قد يكون طاح واختل توازنه لكن تعامله صحيح، الحصان اللي طحت منها واختل توازنك لكن تعاملك صحيح زام مع الوقت في نفس الحاله اللي هو فيها، بينما الحصان المركوب خطا مع انك ما طحت خرب نفس الحاله اللي هو فيها. فعدم السقوط من الحصان اللي يقمص كعسيف ما يعني ان ركوبك صحيح، لان قمصه بحد ذاته المبالغ فيه يدل انه مو جاهز للركوب، حتى في السرج لما تركب السرج وتفك السرج وتخليه يقمص على كيفه في الركوب الصحيح، واثبت بعض المقاطع من بركب السرج وخليه يقمص بالسرج لين يطمئن، لا اقاوده على جنب واتحكم فيه في اوضاع صعبه، ثم لما اركب السرج ما يقمص اصلا، في فرس صبا وغيرها من الخيل اللي عسفتها وصورتها عليها السرج او بركان، حتى لما ركبت عليه السرج مره وخبيته وهذبت ما قمص قمص زايد، ليش؟ لان اصلا قد تحكمت فيه بالقود العادي، القود على جنب، فاوضاع كثيره مخيفه ولا يقدر يقمص، فوش اللي يخليه يقمص لما ركب عليه السرج؟ فحتى لما ركب عليه السرج وفك ما راح يبالغ في القمص، لانه اصلا عارف انه يقدر ارده حتى هو خايف من السرج، يعني على بلاطه المفروض تكون قادر على رد الحصان، بحيث انك حتى لو تركب السرج عليه اول مره ما ينجح في القمص، شلون لو ركبته انت؟ لكن طرق الركوب الاخرى يركب السرج ويقمص الحصان، ثم يركبه هو ويقمص فيه، ثم مع الوقت يزين توقع انه عسف الحصان، انت خربت الحصان بس ما طحت من الحصان اثناء التخريب، او بعضهم طاح ثم كرر الركوب لين الحصان تاقلم، اقرب ما لها انك ما تحكمت بالسياره قدر ما انك حاولت انك ما تطيح من السياره. غير شخص تحكم بالسيارة ونقلها من سيارة خارج عن السيطرة إلى سيارة داخل نطاق السيطرة والتحكم.